مشاهدينا تابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، منوريني دايما ومشرفيني كالعاده في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. يعني لازم ابدا طبعا بالتهنئه اللي من قلبنا كلنا للكابتن محمود الخطيب بمناسبه عيد ميلاده. كل سنه وحضرتك طيب وبخير، ودايما منورنا ودايما مشرفنا ودايما قدوه لكل الاجيال في النادي الاهلي وفي مصر كلها وفي الرياضه كلها العربيه، واللي عايز يتعلم الاخلاق واللي عايز يتعلم المبادئ واللي عايز يتعلم الاسس كالعاده من النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب اسطوره، يبقى اسطوره. كل سنه وحضرتك طيب ودايما بصحه وبخير، وربنا يديلك كل اللي حضرتك عايزه. يعني كابتن محمود الخطيب كان رافض اي احتفال ليه، وقال بالنص طالما انا مسؤول في قناه النادي او في النادي الاهلي مستحيل يحصل اي احتفال ليا في الاهلي او في قناته. كل الاحترام للشخصية العظيمة كابتن محمود الخطيب. لو قعدت اتكلمت على كابتن محمود الخطيب انا تحديدا او كل عشاق النادي الاهلي بالنسبة لهم كابتن محمود الخطيب اسطورة، واسطورة كبيرة جدا من يوم ما وعينا على حاجة اسمها كورة ومحمود الخطيب في وداننا وفي قلوبنا باخلاقه ومهاراته بشكله العام. يعني حاجة قدوة فعلا واسطورة فعلا لكل الاهلاوية. هي دي لقطات يا كابتن محمود، يعني مش احتفالية، فمش احتفاليه، مع انك كان نفسنا نحتفل بيك، يعني لو ما احتفلناش بيك نحتفل بمين؟ لكن طالما حضرتك عايز كده فماشي. زي ما بقول لحضراتكم كلنا اول ما وعينا على الكوره واساطير النادي الاهلي كان الكابتن محمود الخطيب من ضمن الاساطير، الاساطير الكبيره اللي علمت في النادي الاهلي وزادت من مشجعيه ومحبيه، ودي كانت حقيقه فعلا. ولو في صوت نسيب الجماهير تستمتع، يعني لو قعدنا نتفرج كل يوم اكيد هنستمتع بالكابتن محمود الخطيب. انا حتى لما بستضيف حد من جيل الكابتن محمود الخطيب نجم كبير طبعا، يعني اول حاجه بيقولها قد ايه الكابتن محمود الخطيب كان لعيب كبير وكان قدوه وكان حاجه فعلا يعني بتشرف ان هو كان زميل ليه في الملاعب. ده لسان حال كل اللي بيجي هنا معايا في الاستوديو او بيطلع في اي مكان بيتشرف بالكابتن محمود الخطيب. يعني اهداف كتير جدا للكابتن محمود الخطيب، بقول لكم لو قعدت اتكلم عليه شخصيا مش هيكفيني فيه ايام. كابتن محمود الخطيب من الحاجات اللي انا بفتخر بيها شخصيا ان السنه اللي فاتت اعتقد لما كان في، مش عايز بقى افتكر اللي فات والاداره اللي فاتت والحاجات اللي فاتت دي الايام اللي فاتت، لكن انا شخصيا لما فضلت بان انا اقول للكابتن محمود خطيب كل سنه وانت طيب في قلب قناه النادي الاهلي، او ان انا يبقى احد اسباب مشياني من القناه انا اقول كده، انا فضلت ان انا اقول له كل سنه وانت طيب، لان ما ينفعش ان احنا نبقى في قناه النادي الاهلي وما نحتفلش باسطوره بحجم الكابتن محمود الخطيب، واعتقد ان اي حد في مكاني كان هيعمل كده. كابتن محمود الخطيب من احد الاساطير في النادي الاهلي، وعلشان اقول للناس حاجه، الناس في ناس كده حبها بيبقى في القلوب من عند ربنا، فما تحاولوش تقربوا من رموز النادي الاهلي بشكل عام. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، الكابتن الكبير المرحوم صالح سليم ربنا يديله طول العمر ويفضل بينا ومنورنا وبنتعلم منه دايما، الكابتن محمود الخطيب، ابو تريكه، الناس المهندس حسن حمدي طبعا، الناس اللي حبها في قلب جمهور النادي الاهلي وفي عقله، ما تحاولوش تقربوا منهم خالص خالص. ده الانسان الذكي، الانسان اللي بيفهم، انا بتكلم الناس اللي بتفهم، ما تحاولوش تقربوا للناس دي، لان الناس دي اساطير وحبهم اتولد في قلوب الناس من اول ما شفناهم، من اول ما شفناهم، فما تحاولوش تقربوا لهم باي كلمه باي لفظ باي يعني خدش، لان مهما تقولوا ومهما تعملوا في الناس دي حبهم في قلبنا، فمش هنصدقكم حتى لو احنا شفنا الناس دي بتعمل حاجه، احنا مش هنصدق عينينا، دي حقيقه لكل الناس. فكلام الناس اللي بتفهم، في اساطير ورموز النادي الاهلي محدش يحاول يقرب منها خالص. زي جماهيرنا كده برضو، دايما بقول او دايما بسال نفسي ازاي ما بنستغلش الجماهير، ازاي ما بنحطش الجماهير دي في حضننا، ازاي ما بنحطهمش تحت بطننا. بجد لو عملنا كده مع الجماهير، خصوصا الجماهير بحجم النادي الاهلي ونادي الزمالك، الجماهير كلها اللي هي الجماهير، بس انا بتكلم يعني بانتماء النادي الاهلي، بتكلم على جماهير النادي الاهلي، جيش. لو حطيتهم في حضنك انت معاك جيش تاني. فنفسي نفسي نستغل الجماهير للايجاب وليس السلب. في العموم
كابتن محمود الخطيب رمز وقيمة، وهيفضل رمز وقيمة بأخلاقه بأدبه بكل اللي تعرض له. لكن فضل الكابتن محمود الخطيب، وحضراتكم شايفين الأيام اللي فاتت والساعات القليلة اللي فاتت إيه اللي بيحصل فيها. المبادئ والأخلاق والشكل والأدب هو اللي دايما رايته بتترفع في الآخر. كل سنة حضرتك طيب وبخير، ودايما منورنا وبيننا وفي وسطنا، ودايما قيمة وقامة كابتن الكبير محمود الخطيب. هيكون ضيفي بعد الأخبار النجم الكبير كابتن تامر بجد، نجم الأهلي السابق، شخصية جميلة جدا من الناس اللي أنا بحبها شخصيا. هنتكلم معاه في كل الأحداث اللي حصلت على الساحة الرياضية. تعالوا أكلمكم على أخبار نادي الأهلي. هيكون معايا زميل عزيز شريف شعبان عشان يغطي اللي حصل في التمرين وقولنا اللي حصل فيه إيه. إن شاء الله بكرة الفريق هيطير للإمارات الخميس بإذن الله في معسكر الخليج. كل التوفيق لكل اللعيبة والجهاز الفني بقيادة فايلر. زي العادة ريني فايلر بيجتمع باللاعبين، بيتكلمهم على اللي بيحصل في المران والسلبيات والإيجابيات والفنيات والتكتيكس اللي هو عايزها، يعني بيتكلم معاهم في العموم، وده اللي تعودنا عليه من ريني فايلر مدير فني السويسري النادي الأهلي. وأعتقد إن هي، أو قلنا قبل كده إن هي ظاهرة إيجابية وإيجابية جدا كمان. محمود متولي النجم الكبير بيشارك في جزء من المران الجماعي. محمود متولي بعد تحسن حالته وبعد الأشعات اللي عملها على العضلة الخلفية، أعتقد إن خلاص التأمت بشكل كبير جدا وبدأ ينزل تدريبات بشكل تدريجي. متولي إن شاء الله يسافر مع البعثة اللي هتسافر بكرة زي ما قلت لحضراتكم لمعسكر الإمارات. أيضا النجمان الكبيران معلول وجيراودو بينتظمان في مران الأهلي. كنت عارفين حضراتكم إن هم خدوا أجازة أو مدوا الأجازة بتاعتهم شوية عشان يكونوا مع أسرهم، لكن رجعوا الحمد لله وانتظموا مع الفريق في المران وفي المعسكر بإذن الله. كان في وحدة ترفيهية للاعبين بقيادة فايلر. الوحدة دي كانت يعني تدريب بالإيد كده عشان يخرج اللاعبين من الجو التدريبي العنيف اللي هم بيشهدوه الأيام اللي فاتت، فكان في فقرة ترفيهية لكل اللاعبين. خبر كمان يعني أعتقد إن كل جماهير الأهلي بتهتم بقميص النادي الأهلي اللي أعلن منذ قليل عن شكله وتصميمه. مش عارف معانا الصور ولا مش معانا عمر. يلا معانا الصور هنوريها لحضراتكم بعد ما اعلنها الموقع الرسمي للنادي الاهلي. قميص النادي الاهلي الثالث ما شاء الله، يعني كل التصميم نال اعجاب كل الجماهير الاهلاويه، كل التصميمات، واعتقد كمان ان التصميم الثالث ده ان شاء الله ينول اعجابكم ايضا. ده التصميم بعد ما نشوف التيشيرت وتصميمه، وكمان جايبين طبعا نجم كبير جونيور اجاهي. ده التيشيرت الثالث للنادي الاهلي. تمام. معايا زميل العزيز شريف شعبان يطمنا على كل اللي حصل في مران النادي الاهلي. مساء الفل عليك يا شريف. شرفوا عليك كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وابدا كلامي واقول الاسطوره كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد، وباذن الله الفتره الجايه كلها انتصارات، كلها بطولات، وتكون وش السعد على النادي الاهلي وعليك طبعا كابتن خطيب اسطوره. كل سنه وانت طيب. النهارده كان في تمرينه في الرابعه عصرا، يمكن من قبل بدايه المران كان في تصوير اعلان في ملعب البيتش، يمكن من الساعه 12 الظهر كان لاعبي النادي الاهلي حريصين يكون موجودين طبعا لمستشفى 57، وكان في الاطفال ولاعبي النادي الاهلي انت عارف سباقين في الخير، الحاجات دي ما بتاخروش عليها على طول، من الساعه 12 الظهر وموجودين في النادي، وتم التصوير يمكن في ثلاث اربع ساعات. ومن بعد الاعلان كان المران اللي استمر حوالي ساعه ونصف. يمكن مستر فايلر بدأ بالإحماء، والنهارده كان عامل تقسيمة كبيرة بس كرة يد بالقدم، وبعد كده عمل تخصص على الجول من الأجناب، أوفرات من الأجناب، الفيرود يحطها بدماغه أو ياخدها على صدره ويحطها برجليه، الشوتنج من بره من على ال 18 من بره، الفيرود يشوت أو هو انفرد الأول بوسط ملعب المهاجم مع المهاجمين، ومن بعد هذا التخصص للمجموعة ديت انفرد بمجموعة أخرى لوسط ملعب المدافع والمدافعين، يمكن كله تعلق في هذا التخصص على الجول. الراجل كان حريص ان يبقى في التمرين التخصص ده مركب كذا جمله، عاوز البيرود يعرف يتعامل برجليه الاثنين، يعرف يتعامل بالراس. يمكن على الجانب الاخر تدريبة الحراس تدريبه قويه جدا، الشناوي الاكرامي العلي لطفي بحمزه الجول الناشئ. يمكن الراجل النهارده كان حريص مايكل على التعويض اللعيبه يستلموا الكوره، حارس مرمى يستلم الكوره،
ويوقف الكره برجليه ويعرف يسلم ايضا الكره مره اخرى. كان مركز جدا النهارده على تمرين القدم لحارس المرمى، وممكن قعد فتره كبيره جدا يعمل عرضيات عشان الحارس يعرف يتعامل مع العرضيات. يمكن النهارده كان اخر تمرين للنادي الاهلي في ملعب التتش، يمكن الساعه 8 صباحا باذن الله، والثامنه صباحا هيكون ميعاد تجمع في المطار، والطائره هتكون الساعه 10 ونصف صباحا باذن الله متجهه الى الامارات. يمكن النهارده حضر الكابتن سيد عبد الحفيظ التمرين كله، يمكن قبل نهايه المران غادر المران هو طبعا والكابتن سمير عدي الى الامارات، متجهين النهارده الى الامارات زمانهم على ما اظن وصلوا بالسلامه. يمكن التأهيل مستمر الكريم خلاص، كريم بتتكلم في ايام كابتن ميدو هيكون باذن الله مشارك في التمرينات. خليني اقول لك محمود متولي بيشارك بجزء كبير جدا من التمرينات، شارك امبارح وشارك النهارده، ولكن يكتفي يمكن بنص ساعه ساعه الا ربع، وبعد كده يبدا يكمل مع المؤهل. محمود وحيد النهارده كان بيجري تاهيلات مع المؤهل. يمكن الامور كلها طيبه، الامور كلها في حماسه في التمرين، في قتال في التمرين، الكل بيحاول يلفت نظر الراجل علشان يحجز مكان في تشكيل النادي الاهلي. معاك كابتن ميدو، لو عندك اي استفسار انا معاك. والله انا نفسي اسالك يعني كالعاده شريف، انت بتغطي كل الاخبار، طمنتنا على كل النجوم وطمنتنا كمان على نيدفيد، وان شاء الله يكون معسكر ناجح بكره باذن الله يا شريف. باذن الله. وكمان في حاجه ثانيه، الناس كلها من يومين قالوا ان عم حارس طبعا عم حارس الخير والبركه، قالوا بيمر بظروف او بوعكه صحيه، عم حارس سليم، عم حارس بيتالق في التمرين كالعاده بشغله طبعا مجتهد ومخلص وبيموت في الكيان وبيحب الكيان. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، كابتن سالم على عم حارس سليم وبيشتغل 100 100. ده حبيب قلبنا عم حارس ده. خير وبركه. ربنا يخليك يا شريف، شكرا جدا على التغطيه المميزه كالعاده، نجم كالعاده. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز شريف شعبان. يلا عشان ما تاخرش بقى على النجم الاهلي الليله، النجم الكبير الكابتن تامر بجاتو نجم النادي الاهلي، هيكون معانا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، النجم الكبير تامر بجاتو نجم الاهلي الليله النهارده منورني ومشرفني كالعاده. اهلا بيك محمد، ميرسي جدا يعني على الاستضافه، ان احنا ممكن نفتح حاجات يمكن انا ما بظهرش كتير، بس يعني انت اول ما بتكلموني باجي طبعا. يعني ده من حسن حظنا. النادي الاهلي بعيد عن اي حاجه، نادي بيتي وتربيت فيه، وتاني حاجه البرنامج بتاعك، وانا بحب البرنامج بتاعك جدا، وبحسن نتكلم في حاجه بجد يعني في الكوره. ربنا يخليك، ان شاء الله يكون حوار مثمر كالعاده. قبل بقى ما ندخل في التفاصيل، اول لقاء متهيألي كنت عملته كان لقاء كبير كده، اعتقد كان مع الفنان سمير صبري، لما قال لك تامر بجاتو. فاكر؟ فاكر الحوار ده؟ بس انت جبت الكلام ده منين؟ انا موضوع قديم قوي. انا كنت بحب لعب 97. كنت احب لعب، خلي بالك برضه السنه لعب متاخر، فكنت بقعد بقى اتفرج على النجوم. وكان في كذا لعيب كده كان واخد عيني، لعيب بحب اللعيب اللي هو بيستمتع بالكورة. انت كنت من اللعيبه دي، تستمتع بالكورة، تستمتع وانت بتحط جول ازاي، مش اي جول يعني، ممكن كورة كده لا انا لازم اعمل لها شكل حلو. فكان بعد ماتش الزمالك اعتقد اللي جبت فيه جولين، اعتقد ان كان بعد الحوار ده، هو ده كان سنة 97، كان برنامج اسمه هذا المساء، يعني كان طبعا ما كانش فيه قنوات اللي فتحت كلها دلوقتي، ما كانش فيه يعني هو الأولى والثانية والثالثة. اتكلم عن والدك، اتكلم مع يعني صح كده؟ شفت، أنا فاكر والله بالله. أنا اللي فاكرها. ده أنا كنت فيه أنا والكابتن شوبير، يعني كان الصدفة كان بعد ماتش طبعا الزمالك وبعد ماتش الأهلي برضه، كنا يعني للاسف يعني كسبنا الاهلي، كنت في المنصوره، كسبنا الاهلي 1-0، كنت انا جايب الجون، كنت مش سايب حد، وكان الكابتن شوبير هو اللي كان واقف يعني. ف انا ما اعرفش، انا رحت طبعا لقيتهم بيكلموني، فانا ابعد ما يكون على المواضيع دي يعني، فرحت لقيت بقى استاذ سمير صبري يعني ربنا يديه الصحه، ولقيت نجوم كتير جدا كانوا موجودين ساعتها يعني، كانت موجود ساعتها الفنانه صباح و استاذه مجده الخطيب، كان يعني كانت كميه ناس غريبه جدا. كنت انا صغير بقى لسه رايح كده، كنت انا وكابتن شوير يعني، لقيته قدامي طبعا بالصدفه، فكان لقاء غريب جدا بصراحه بالنسبه لي يعني. كان لقاء غريب. انت كنت بتتمنى ان انت تسجل في كابتن شوير قبل الماتش؟ بص هو الماتش ده بالذات انا جبته، انا ما كنتش اتمنى حاجه خالص الماتش ده، انا اساسا ما كنتش هكمل كوره اصلا بعد ما مشيت من الاهلي يعني، لان فرقتي يعني كابتن شوبير ده كابتني، بتمرن انا عندي 16 17 سنه بتمرن في الفريق الاول معاهم،
فكنت لسه ماشي من الاهلي بقالي شهرين قبل يعني، فمش مقتنع قوي ان انا البس فانيلا تانية يعني، او هروح العب بقى قصاد فرقتي يعني. انا شايفها الموضوع صعب. وبعد كده ساعتها ما كانش فيه برضو قصه الاحتراف اللي اتفتحت دلوقتي يعني، كان الوحيد اللي كان اتنقل من مكان لمكان طبعا قبليها كان الكابتن جمال عبد الحميد، بس كان الوحيد يمكن اللي حصلت في الفتره القديمه دي. لكن كان قبلها على طول كان اكتر واحد اللي عمل ضجه والدنيا اتقلبت كان كابتن رضا عبد العال. بالظبط. اتنقل من الزمالك للاهلي كانت مشكله وموضوع كبير قوي وخيانه بقى، والموضوع بنتكلم فيه ان هو لكن دلوقتي الموضوع بقى خلاص بقى الموضوع بقى عادي يعني. ساعتها كان الموضوع غريب شويه فما كنتش عادي قوي برضه، خلي بالك لسه الدنيا بس يعني هو السخافه بقى يعني برضه احنا عندنا مشكله في القصه دي. فانا كنتش عندي ما كنتش فاهم يعني قبل الماتش، لو اتكلمني نفسيا قبل الماتش انا مش فاهم ان كلهم صحابي جدا يعني، الجمهور ده بتاعي فمش عارف يعني جمهور الاهلي، حتى جمهور الاهلي شجعني قبل الماتش لان كان بعد ماتش الزمالك طبعا كمان خرجنا الزمالك من الكاس، فكان استقبال جمهور الاهلي ليا في استاد المنصوره قبل الماتش كان حاجه يعني، فتخليك انت مش مستوعب قوي انت بتعمل ايه يعني. لو توصف لي احساسك كده يعني فعلا قبل ما تجيب الجون، وانا هجيب جون، طب انا كنت عامل سيناريو ولا انت كنت نازل تلعب مش عارف انت فين؟ بص انت مش عارف انت انا بعمل ايه؟ بص يا كابتن، هو انت بين نارين، بين ان انت بتلعب ضد ناديك ومش مستوعب قوي ان الناس اللي معاك وبما فيهم حارس يعني مثلا يعني ربنا يديه الصحه مثلا، الناس دي كلها عايش معاهم حياتي كلها من وانا عندي 12 سنه لحد ما مشيت من تمام. فان فجاه بتلعب ضد فرقتك ولابس فانيلا ثانيه غير الفانيلا الحمراء يعني، فما انتش فاهم. فبين النار اللي انت بتلعب ضد فرقتك وفي نفس الوقت ان انت عايز تثبت ان انت كنت اتظلمت او كن ان انت عايز تثبت ان انت لعيب كويس وان انت يعني لا مفيش حاجه اسمها ما حدش ينفع يمشي، اي حد ينفع يمشي. لا انا بالنسبه لي يعني لكن انا بتكلم عليا كتامر بالظبط، انا بالنسبه لي بالظبط يعني الحمد لله. فكنت بين نارين، بين نارين انت مش عارف يعني هتتعامل ازاي مع الماتش. ف هو بس هو الماتش زي ما تكون كده هو زي رد اعتبار يعني ليا كشخص. لكن انا حتى لو تفتكر لو جبت الماتش انا بعد ما جبت الجون جريت وهيصت، وبعد شويه كان في حد اتصاب مش فاكر مين، فبعد يعني قبل الجون بثانيه كان حد اتعور تقريبا كان كابتن مجدي طلبه تقريبا اتخبط في مناخيره حاجه كده يعني. فبعد الجون الماتش وقف حوالي دقيقتين ثلاثه كده، انا بعد ما جريت وهيصت وفرحت وكل حاجه بعد شويه قلت ايه ده انا جبت جون في نفسي ما بقتش فاهم، وضايقت جدا ساعتها، جالي زي يعني اتضايقت حسيت في حاجه غلط كده يعني. يمكن دي كانت حصلت مع كابتن علاء ميهوب على فكره كان لما راح الاولمبي بالظبط، انا فاكر كويس جدا يعني لان انا افتكرته بقى ساعتها جدا يعني. طب كابتن علاء ميهوب يعني تاريخ النادي الاهلي كله والجيل الذهبي ويعني من اكبر اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر يعني. بالظبط. لما مشي من الاهلي برضو وراح الاولمبي جاب جون برضو كان تعادل انهار جدا وقعد مش مصدق. هي نفس الفكره انت بتبقى بين نارين شويه، لكن تقول لي بقى مرتب او مش مرتب، لا ما كانش في حاجه اسمها ترتيب خالص، لا كانش فيه. لا يمكن طبعا. عموما هي الكوره كده بيبقى فيها حلاوتها كده على فكره. بالظبط هي حلاوتها يعني الوجع بتاعها بتحاول تترجمه بعد كده لاثبات ذات طبعا انت بتنجح اسمك بيكبر اكتر يعني بالزبط. كلمني على مشروعك الاطفال بلا ماوى، وصلت لغايه فين وايه طموحاتك فيه؟ لسه الدنيا شغاله يعني في عراقيل عايز تعمل حاجه؟ بس هو قصه اطفال بلا ماوى دي هي يعني فكره بقى لها فتره، بقى لي من 2017 وبدات اتحرك فيها فعلا بس على المستوى الشخصي تمام، و يعني خدت فيها خطوات كتيره جدا، لفيت كذا محافظه. الفكره سريعا يعني انا بنلف على دور الرعايه ودور الايتام الاطفال في الشارع والغير القادرين، ان احنا نحاول نجمع اكبر قدر من المواهب اللي هي مدفونه اللي ما حدش بيبص عليها للاسف، هم ما عندهمش الفرصه ان حد يبص عليهم او هم ما عندهمش الفرصه ان هم او القدره ان هم يروحوا اكاديميات او يروحوا انديه احنا عارفين طبعا دلوقتي ما يقدروش يدفعوا فلوس. فجت الفكره من ان يبقى هو عمل مجتمعي في المقام الاول، وفي نفس الوقت انت بتدور على
المواهب اللي في الكورة اللي هي فعلا عندهم المواهب اللي هم في الشارع أو في القرى أو في النجوع أو الموضوع ده قل يعني بقى كله دلوقتي من كتر الأكاديميات للأسف اللي اتعملت وكل الأندية بقت تجري وراها لأنها بقت بتدخل دخل كويس جدا. فبقى اللي مش قادر فعلا ده اللي هو كان بيلعب في الشارع الناس كانت بتروح تدور عليه ما بقاش عنده حتى مكان في الشارع يلعب فيه فبقى مش موجود ولو ان هو ده اللي عنده الموهبة الحقيقية يعني كتر الأكاديميات اللي حصلت والكلام ده كله ادينا شايفين مستوى اللعيبة عامة في مصر كلها لغاية ما نوصل لمنتخب مصر مستوى اللعيبة مش بالقدر الكافي مش بالكترة اللي احنا مستنيينها من شعب زي شعب مصر اللي هو معدي 100 مليون وفي نفس الوقت عندنا الحتة بتاعت الكورة عندنا موهبة الكورة دي زي أمريكا اللاتينية كده احنا عندنا الموهبة دي فينا بالفطرة فمش بقول يعني لغايه دلوقتي منتخب مصر مش لاقيين راس حربه واحد يعني يعني اخرهم عماد متعب وبعد كده مفيش يعني اكلمك في القصه دي بس يعني مشكلة قول لي احنا كرياضيين مقصرين في الموضوع اللي بتتكلم فيه احنا كرياضيين احنا مقصرين عامه في العمل المجتمعي اللي هو اساس الرياضه أساس الرياضة أنت بتقرب الناس لبعض والاستمتاع أو الحاجة وبتقرب الناس لبعض وتهتم بالبني آدم بصرف النظر عن الرياضة اللي بتتلعب يعني بتهتم بجسمه بتهتم بصحته وبعد كده بتترجم للعقلية والرياضة بتتلعب في كل حتة على مستوى الهواة محترفين على مستوى الشركات يعني أي شركة كبيرة لازم عندها فرقة كورة أو فرقة بيلعبوا رياضة يعني شيء ده شيء طبيعي فهو الرياضة المفروض أنها تبقى عمل مجتمعي متكامل وعلى الرياضيين بالذات المحترفين عليهم مسؤولية كبيرة جدا يعني مسؤولية كبيرة جدا تجاه المجتمع تجاه الناس اللي هم بيتأثروا بيهم تجاه الناس اللي بيتفرجوا عليهم وبيسمعوا كلامهم سواء كان الرياضي ده الشخص اللي هو النجم اللي بيلعب وسواء كان زي حضرتك احنا قاعدين دلوقتي في برنامج حضرتك كلمة حضرتك بتأثر في ناس كتير اي صحفي اعلامي احد شغال في مجال الرياضة عند علينا عمل مجتمعي مهم جدا العمل المجتمعي ده انا حاولت اعمل حاجة منه بسيطة جدا ولكن لازم مجتمع كله يشارك فيه الأندية والأندية الخاصة ومراكز الشباب والجامعات ومدارس والشركات لازم كله مع بعض وزارة الشباب والرياضة ما حدش عارف يعمل حاجة لوحده لا يمكن عشان كده سموه عمل مجتمعي فلازم كل المجتمع يبقى فيه وهيفيد المجتمع أكيد فإحنا هنا للأسف أنا بشوف إن بتكلم على الرياضيين أو هتكلم على النجوم اللي هم أول على رأس القائمة النجوم في العالم كله أنا بتكلم على الرياضة نمسك نجوم الرياضة أي نجم رياضي بره وصل لنجومية كبيرة وصل لشعبية كبيرة وصل لسعره بقى عالي جدا بيعملوا هتلاقي إن كلهم لازم يبقى عندهم مؤسسات وجماعات خيرية باسمهم جميل. بيصرفوا من فلوسهم ووقتهم ومجهودهم للعمل المجتمعي سواء كان في بلده أو في النادي اللي بيلعب فيه أو كده احنا عندنا في مصر الموضوع ده مش موجود خالص وبستغرب جدا ان ازاي الثقافة دي ما وصلتش ما بيوصلناش من اللعيبة بره الا السوري يعني الشوز اللي بيلبسوهم والتيشيرت وبيركب عربية ايه وبيعمل ايه في الاستاد وسط شعره عامله ازاي ووقفته عامله ازاي وللاسف ما بنصدرش لاولادنا الا ده لكن سيبنا بقى العمل المجتمعي هم لازم عندهم سواء كان النادي او اللعيب اللي بينتمي للنادي كل نادي لازم يبقى عنده عمل مجتمعي بيعمله لازم كل شهر وكل اسبوع جزء من اللعيبه بيروحوا يزوروا مستشفيات وبيزوروا جمعيات وبيزوروا مؤسسات وبيصرفوا فلوس ملايين من فلوسهم على الحاجات دي في البلد اللي بيلعب فيها وممكن يبقى في بلده زي ما مثلا لو مسكت مثلا دي دروجبا مثلا عنده جمعيه اسمها دروجبا اسوسيشن بيصرف عليها وصرف فلوس كتيره جدا على الحرب الاهليه اللي كانت في كوت ديفوار بالظبط لو مسكنا من ورا
بالظبط. لو مسكنا نارا كمان بقى محمد علي كلاي لو هنتكلم على الرياضي، ف احنا بعيد، احنا فين من الكلام ده؟ ما عندناش الثقافه بتاعتنا اساسا عايزه ثقافه، عشان كده الموضوع ليه ابعاد كبيره جدا. يعني بالزبط. للاسف الشديد انا بقول للاسف الشديد ان معظم الرياضيين للاسف الشديد المستوى الثقافي بتاعهم مش متطور قوي. فانت بتتكلم في حته ان انت عايز تنمي المستوى الثقافي الاول للشخص عشان يفهم يعني ايه عمل مجتمعي، يعني ايه مسؤوليه مجتمعيه. ما هو حضرتك برضو، ما هو احنا برضو ما ينفعش نشيل اللي احنا لازم نقول ان هم غلطانين ومقصرين، لازم يعترفوا بهذا التقصير، لان ما ينفعش نقول ان هو مش مثقف. لا هو مثقف جدا، بس في الحته اللي بتخدمه، بس هو مش فاهم ان في حته تانية مهمه جدا، اللي هو انت كلمتك بتاثر في تمام كل حد، تمام، لبسك، طريقتك، اسلوبك، كل تمام حاجه. وانت في جزء من الفلوس اللي حضرتك بتقبضها دي الناس بتدفعها، الجمهور بيدفعها، سواء الجمهور بيروح الاستاد او الجمهور اللي بيخش يتفرج على حضرتك او الجمهور اللي بيخش على السوشيال ميديا بيديك فلوس بطريقه اندايركت يتفرج على حاجتك. في جزء من الفلوس دي لازم ترجع للعمل المجتمعي، لازم ترجع للناس، ترجع للمجتمع. تمام. لازم انا شايف ان هي لازم تبدا من الانديه والانديه الكبيره زي النادي الاهلي بالزبط مثلا، ان لازم يبدا هو يعمل الموضوع ده ويحطه في عقود اللاعبين، ما نسيبش الموضوع يعني بره، موجوده في عقود اللاعبين. يعني فلوسهم على فكره ما بتجيش من فراغ، يعني فلوسهم بيقبضوها بالمليارات دي ما بتجيش من الهوا. لا، في جزء لازم يطلع في عمل مجتمعي، لازم يسيب وقت من وقته، لازم يروح يزور بنفسه، غير الحاجات اللي هو بيعملها بره باسمه حاجة شخصية. تمام. يعني كل ده لازم يبقى ملزم. لو احنا هم مش فاهمين او مش عارفين، وده مش عيب، يخش يقرأ، يخش يشوف. ف لازم يبقى فيه زي توعية للنجوم دول. تمام. لازم تبقى من خلال الأندية او من خلال البرامج طبعا او الصحافة، يعني لازم من كل حاجه ممكن توصل للنجوم دول. اكيد كتير جدا ممكن، ومش عيب ان اسم كبير يروح زي ما بياخد كورس مثلا او ياخد دوره عشان يدرب. هي نفس الموضوع، لازم يفهم الموضوع، لازم يبقى في صوره كامله عشان نوصل بالرياضه في الاخر للمستوى اللي يليق باسمه ويليق باسم مصر. تمام. في نفس الوقت يعني تمام بس. تمام. قبل ما اسالك على الفيديوهات اللي انت بدات تعملها، تمام، عايز اخد رايك في الاكاديميات. تمام. وهل لازم تبقى في رقابه على الاكاديميات ولا نسيبها كده في المطلق؟ هو ايه هدفها الاساسي يعني بالمره؟ انت ايه رايك طيب الموضوع ده؟ والله انا رايي ان الموضوع صعب جدا. صعب جدا، بس هو ابتزاز الاموال اكتر منه ان انا بفيد الولاد فعلا. انا شايف ان الموضوع الاكاديميات الكويسه يعني اللي بتشتغل بضمير يعني. ما هو انت مش هتقدر تحكمها، لان في حاجات يعني انا من رايي طبعا لا ما نحطش لها قواعد، لان ما تقدرش. يعني في ناس للاسف بتعمل فلوس كويسه من الموضوع، وفي ناس مدربين غلابه في مناطق معينه او بعيده في القرى وكده بيدخل لهم دخل كويس. بس لازم في الاخر يبقى في زي فلتريشن، يعني لازم تفلتر الكويس من اللي ممكن يبقى كويس من اللي ما ينفعش خالص. يعني لازم ما بيحصلش، لازم الثلاث مراحل دول بالظبط. انا عايز فلوس يعني بالظبط، لو هدفي اتغير انا معاك جدا. فما ينفعش اسم كبير سواء كان شخص او كان كيان كبير يعمل اكاديميه لاي حد ممكن يخش مجرد انه يدفع فلوس، لان انا لان انا كيان او اسم متخصص بالزبط جدا ومحترف او الكيان بتاعي احترافي من الدرجة الاولى. فما ينفعش اللي هو اروح ادفع فلوس، وحتى لو واحد لا يمكن يبقى لعيب كورة يخش، لا لازم يخضع لاختبار الاول، وبعد الاختبار ده نسمح له ان هو يخش يدفع فلوس يخش الاكاديمية، علشان في الاخر اطلع نتيجة من الاكاديمية دي. لكن في اولياء امور وفي اطفال بيبقوا هم صغيرين حابب انه يبقى لعيب كوره، بس هو مش عارف ان تكوينه الجسماني والعصبي والعضلي لا يصلح ان هو يكون لعيب كوره، بس هو بيحب الكوره جدا وعايز يبقى في فرقه وعايز يلبس اللبس وعايز يحس باحساس التيم ويجري يجيب جون الكوره. فغلط ان احنا نقتل طموحه خالص، لا دخله، بس لازم
يحصل تفرق بين الراجل ده عنده موهبه ولا لا، عشان في الاخر تطلعوا نجم اللي هو صناعه النجم بيقولوا عليها. لكن لو حطيتهم ميكس بعض لا ده هيستفاد وهتضيع موهبه بجد، ده لا يمكن يزيد مع واحد اقل منه. يعني يبقى المسمى بتاعها ايه يا كابتن تامر؟ لازم تبقى ما هو لازم يعني في تخليها زي ما اتكلم، يعني نعمل حاجه للمحترفين وحاجه للهواه، وده طبيعي جدا في حتى في الدنيا كلها. ابن عايز يلعب كوره زي ما بنعمل كامبس بره، يعمله للمدرسه اللي مش عارف ايه، بيروح يدفع فلوسه كده يخش يعمل مش مشكله يلعب بس فور فن، فاهمني؟ لكن لو انت شايف ان حد انا كمان كاسم زي ما حضرتك بتقول او كمؤسسه مش هضحك على اولياء الامور. بالظبط انا ابنك فور فن يعني. بالظبط. لكن ده في امل ان هو يبقى لعيب كوره، واكيد انا مش هضيع وقتي. وانا بستغرب بصراحه من بعض اللاعبين الاسماء الكبيره جدا اللي كانوا في الملاعب ولعبوا في انديه كبيره والكلام ده كله، ان عملوا الاكاديميه ويدخل فيها حد وخلاص واقف بيضرب اي حد. فلوس؟ ما هو فلوس، بس انا في الاخر لازم ابقى انا في الاخر برضو عايز، ما هو الفلوس حضرتك، ما هو الثقافه هنا بتلعب دور كبير جدا. ده اللي بتكلم فيه. الثقافه بتلعب دور كبير قوي في الموضوع ده. ان انا الفلوس دي انا هفرح ان انا بدخل لي مثلا 20 30 الف جنيه في الشهر هنقول، اوكي؟ طب انا لو عندي من مثلا من 300 400 واحد مثلا ماشي، طيب انا لو عندي مثلا 3 4 10 لعيب الكوره بجد اللي هي صناعه النجم وانا اشتغلت عليهم بجد، فلازم هيطلعوا لعيب الكوره، ما فيهاش هي ما فيهاش يمكن. يعني بره احنا عندنا لغايه دلوقتي ما عندنا شك شويه في المواضيع دي. هي اسمها صناعه، لو كانت يمكن ما كانوش سموها صناعه. تمام. هي صناعة. تمام. انت بتدور على المادة الخام، بتروح تجيب المادة الخام تستخرجها، تحط كل اموال كبيرة جدا عشان تستخرج الذهب من المنجم، تروح تصرف فلوس. ما خدش فلوس، تصرف صح؟ تمام. يبقى انا بصرف فلوس مش باخد منه فلوس لسه. تمام. تصرف على المنجم ده، تقعد تحفر وتجيبها من مهندسين وادوات و والكلام ده كله لغايه لما تبقى في ده تطلعه وتجيبه وتدخله بقى هنا تغيره وتقعد تشتغل عليه لغاية بالزبط. ما في الاخر فهي صناعة. مفيش حاجة اسمها ان لو اخترت لعيب الكورة بجد كويسين مواهب وهم صغيرين، مفيش حاجة اسمها مش هيطلع لعيب كورة. يعني الكلام ده مش موجود. صح. احنا لغاية دلوقتي القصة دي عندنا مش مفهومة شوية، عشان ما دخلناش لغاية دلوقتي في قصة الاحتراف بجد. حتى الآن الاحتراف دلوقتي بس عندنا بقت مجرد فلوس واعلانات واستاد، وللأسف مبقاش فيه استاد دلوقتي، خلاص مبقاش فيه جمهور، فبقينا نلعب ايه زي دوري المدارس كده، دوري الشركات. لكن هي صناعه ولازم يتحط لها اسس. الاساس بتاعها المنجم اللي هو الموهبه موجوده فين؟ مدفونه فين؟ انت رحت جبت. صح. ما ينفعش تجيب بقى المواهب دي، ما ينفعش تجيب تراب وتحطه على ذهب وتحطه على حاجات مش مفهومه وتقعد وتحطهم في بعض، مش هتطلع حاجه في الاخر. صح. بس. تمام، بتفق معاك جدا جدا. اسالك بقى، ندخل بقى في الجو بتاعنا. ندخل يا باشا في اي جو، انا معاك. الجو، طب الجو ايه؟ شايف الجو ايه؟ الجو العام في الجو العام نتكلم على الدوري مثلا المصري. الجو العام يعني لا يسمن ولا يغني من جوع زي ما بيقولوا. مش عارفين احنا رايحين فين. كنت اتمنى ان بعد كاس افريقيا اللي حصل فيها والتنظيم والجمهور وال الشكل طبعا يعني كان لازم نقطه بقى من اول السطر. احنا عملنا حاجه كويسه جدا، شكل جميل جدا، تنظيم على مستوى اهتمام دوله، امن، جمهور، التزام، شكل، تصوير، كل حاجه. تذاكر بدات تتباع عن طريق اونلاين. صورة كانت كامله، صورة كاملة كانت جميلة جدا. ايه اللي حصل بعد الصورة دي؟ خلينا ناخد فاصل علشان ناخد نفسنا شوية، هنتكلم بقى نعمل كده في عمق الموضوع ونرجع نكمل مع المتألق تامر بجد. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ولسه منورني ومشرفني النجم الكبير تامر بجاتو. مساء الفل عليك مره ثانيه يا كابتن تامر. وكنا احنا في نقطه ومن اول السطر.
نقطة من أول السطر. نقطة من أول السطر بنتكلم عن البطولة الأفريقية. البطولة الأفريقية. فإزاي بعد المنظر الجميل اللي ظهرنا بيه ده قدام العالم كله وقدامنا احنا نفسنا كمصريين احنا نقدر نعمل حاجة بجد، وده أهم، لأن مهم جدا احنا نثبت لنفسنا ان احنا قادرين وان احنا بالزبط. عملنا حاجة لنفسنا الأول عشان نقدر بعد كده نوصلها للناس بره. فإزاي بعد المنظر ده والاستادات اللي اتفتحت والاستاد القاهرة بالمنظر اللي شفناه وبقيت الاستادات كلها والأمن اللي كان في كل محافظة وكل حاجة، ازاي بعد كل ده نرجع تاني لما استلم اتحاد الكوره زمام الامور برضو في الدوري بقى بتاعنا المصري الداخلي بتاعنا، تمام، كميه التخبط وكميه المشاكل تاني، عدم انتظام الجدول وتاجيل تاجيل في تاجيل في تاجيل، وعدم اتخاذ قرارات واتخاذ قرارات جامد جدا ورجوع فيها رهيب. وكنا يعني متهيألي ان انا مفيش مبرر لده، لان مفروض اللجنه اللي موجوده دلوقتي المؤقته مع احترامي ليهم طبعا كلهم، يعني لا ليهم اطماع، مفروض ان لا ليهم لا اطماع ولا ليهم انتخابات كانت قبل ولا انتخابات بعد ولا في اي فيش اي حاجه ممكن غير ان انت جاي تنقذ زي ما بيقولوا يعني لفتره معينه. فخايف من ايه او حاطط اعتبارات لمين او ازاي القرارات مش صريحه وازاي بتعمل حساب لحد على حد وازاي الجدول مش منتظم بصرف النظر عن اي حاجه خالص كجدول للدوري المصري بالزبط. زي ما احنا دلوقتي بنخش على الجدول كده انت بتعرف دلوقتي ان احنا عارفين دلوقتي الساعه 10 دلوقتي بيلعب مثلا ليفربول او بالزبط. بيلعب بالزبط. اليوفنتوس ولا من قبلها من اول الموسم وانت عارف بالثانيه بيحصلش الا حاجات بسيطه جدا. المهم اللي انت قلته ان احنا ما عندناش اي حاجه للكلام ده، ما عندناش اي قلق من ان احنا نعمل كده. فين ما هو بالدليل القاطع بالزبط. مفيش قلق بدليل كاس افريقيا. طب ازاي بعديها فجاه بقت كل القلق بقى كل القلق موجود تاني؟ طب ده يعني يبقى مشكله مين؟ صح، مشكله الاتحاد، ما لهاش حل تاني الا كده، لان ما فيش حاجه تانيه تستدعي ان انت تقول اصلا عندي مشكله في الامن، اصل الماتشات ما عارفش فيها ايه، يعني السفر جدول لما بيتحط ايه المشكله انه يتنفس في وقته خالص. وانا قبل كده قلت يا كابتن تامر، قلت لهم انا عندي ايمان جدا بالجيش والشرطه بتوعي ان هم ممكن يامنوا ماتش في امريكا اساسا هم قاعدين في البيت. هم مامنوا، ولو الشرطه قالت لك ما ينفعش امن يبقى في حاجه غلط. لا استحاله يقولوا كده. كاس افريقيا اتلعب بكل الجمهور ده، طب ازاي فجاه وجمهور بقى مش من مصر بس، من كذا دوله وفرق. طب ازاي فجأة هيقول لك لو مش عارف أمن ماتش فيه 20-30 ألف مثلا، يعني ما يعني حاجة مش مفهومة يعني. فلا في تقصير، والتقصير ده لازم يتخذ له، ما ينفعش نستنى عليه يعني المسؤول عن اللجنة دي أو المسؤول عن اتحاد الكورة دلوقتي، المسؤول عن المسؤول اتحاد الكورة لازم يحاسب المسؤول عن اتحاد الكورة اللخبطة دي حصلت ليه، والمقصر يمشي. انا بقول لك يمشي على طول سواء كان واحد او اثنين او الكل، تمام. كفانا بقى ان احنا ايه نسيب 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 لغايه ما الدنيا تبوظ وبعد كده نشيلهم كلهم ونجيب حد تاني يجي في لخبطه ثانيه. بالظبط. هقول ان هم جم على لخبطه وده ممكن وارد، بس طب انت جاي ليه؟ انا لو جاي على لخبطه ودخلت لخبط ما امسكش، او اقول اصل الدنيا بايظه، طب مسكت ليه؟ اعتذر. يعني الموضوع بسيط جدا يعني. تمام. فهل الموضوع معقد قوي للدرجه دي؟ انا بنتكلم دلوقتي هل معقد قوي؟ ليه بتاجل ماتشات؟ خالص. ليه تاجل ماتشات؟ يعني قول انت لو في سبب. والله لو اعرف، والله العظيم لو اعرف لاقي ماتش الاهلي والزمالك اتاجل ليه؟ لو اعرف اقول لك بقى. حد يقول، حد يطلع واحد يقول ليه؟ تمام؟ ففي حاجات للاسف يعني ممكن ندخل بس يعني نبقى نسال فايلر في القصه دي ممكن يبقى عنده حلول. يعني انا نفسي الاقي حد والله يجاوب على ليه اللخبطه دي؟ ليه زي ما يكون حد قاصد ان هو يدمر الدوري المصري ويبعد الجمهور زياده عن الدوري المصري؟ والنجاحات اللي انت وصلت لها؟ بالظبط، النجاحات اللي انت وصلت لها بيهدها لك تاني من اول وجديد، طب مين المسؤول عن ده؟ ومين واللي ساكت عن ده ازاي برضه؟ انا مش عارف مين برضه، عشان برضه مش عارف يعني مين اللي المفروض يبقى مسؤول عن ال 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 اداء اتحاد الكره دلوقتي، مين اللي بيحاسبه؟ مين المسؤول يحاسبه؟ في حاجات كده ما يعني انا نفسي بقى نبطل قصه ان احنا
مش عارفين مين يعني، يا ريت حد يرد علينا. ده عارف اللي دايما بتنده كده، لو يا جماعه هو مين المسؤول عن مفيش حاجه اسمها كده في اي حته في العالم، المسؤول صح. معروف يعني صح. وانت كمان الدوله كلها مدعماك بكل مؤسساتها، فانت لازم تكون قراراتك من ايد بحد. بعد كده ده يعني بينعكس على طول عندك، على طول بينعكس على اللعيبه على طول. طب دلوقتي الدوري وقف لما لقوا ملوش حل بقى الاهلي والزمالك، والاهلي قال مش هلعب ماتش وده طبيعي، قال لي لا تمسك بالقائمه اللي اتاجل ليه؟ الاسباب عشان تغير الجدول ليه؟ والسنه اللي فاتت نفس اللخبطه برضه، تاجيلات ومشكلات الاهلي مع بيراميدز طول السنه بالزبط. شغاله ما لهاش حل بالزبط. نفس السيستم هو هو تاني من اولها بقى فاهمني. فيبقى يعني شال اولدو جابوا شاهين يعني نفس السيستم هو هو تاني. انت جمهور راح يعني لعبت في جماهير نسي. جماهير تحفه كانت الجماهير نسيت شكل الاستاد وفي اجيال ما تعرفش اساسا يعني اهرام اللي كان عنده 10 سنين بقى عنده 18 سنة ولا 19 سنة ما راحش حاجة اسمها استاد بالظبط، ما يعرفش يعني ايه فرقته بيشجعها من بعيد لبعيد، ما يعرف ما بيفهمش عنها حاجة خالص. دي مشكلة. وفي لعيبة لسه ما تذوقتش طعم الجمهور طبعا، لعيبة كتير جدا في أكتر حد عارف يعني ايه جمهور طبعا. أهلي منصورة كابتن، احنا صغيرين أو شكلناك في الدوري الكبير واحنا من الناشئين من واحنا عندنا 16 سنة، هقول لك دوري 17 سنة و20 سنة ده كان كميه جمهور لا تتخيلها، انت اكيد عارف يعني كان ماتش الاهلي والزمالك مثلا 17 سنه مقفول، الاستاد مقفول عندنا في النادي او بالزبط. في نادي الزمالك بالزبط. وكم يعني كم ناس غير طبيعيه. ف و20 سنه 21 سنه كانت الجمهور كان رهيب. في لعيبه حرام دلوقتي بشفق عليها فعلا، والصغيرين اللي طالعين دول اللي هم المفروض اساسا يمثلوا منتخب مصر طبعا. لما يقعد طول الدوري ما يعرفش يعني ايه ضغط جمهور، يعني ايه جمهور يحمسه، ويعني ايه جمهور يقول له كلام وحش جدا لو مش كويس ويحبطه ويخليه وقع في الارض، وازاي يتعود ان هو ياخد كل الكلام ده ويترجمه في الملعب عشان يرجع الجمهور يشجعه تاني. ده عامل نفسي رهيب. ده لما تاخد اللعيب ده اللي هو بقاله 3 4 سنين او 5 سنين كان طلع وعنده مثلا 17 سنه 18 سنه، دلوقتي عنده 21 او 22 سنه او 23 سنه، المفروض يروح منتخب مصر. لما يروح يلعب وفجاه يلاقي جمهور في الاستاد هيحصل له ايه؟ خد. لازم تلاقيه مش موجود طب. ولازم تلاقي مستواه رايح. شخصيه بقى جباره بقى الكلام ده احنا مش احنا بس. الابعاد دي كلها دي ابعاد في اساس صناعه اللعيب واساس صناعه الانديه واساس صناعه الكوره كلها. لما الشيء الاساسي بتاعها اللي هي الجمهور يروح انت ما عندكش حاجه. وده اللي حصل عندنا الدوري عندنا. نشوف دلوقتي حضرتك لما بنيجي مثلا ماتش ليفربول تمام، الاستاد بيتحول هنا في الكافيهات وفي الشوارع وفي القهاوي حقيقي. وفي البيوت ناس بتجمع بعض بتتفرج على ليفربول اللي هي اساسا فرقه ما كناش بنسمع عنها اساسا ولا في دماغنا، بس عشان محمد صلاح لما هنا بقينا نعرف ماني وبقينا نعرف فيرمينو وفان دايك وبقينا نخش عليهم ليفربول بالظبط بقت فرقتنا. ليه؟ لانه بيقدموا حاجه حلوه جدا متعايشين جدا، والجمهور اللي بيبقى موجود في الاستاد وانت قاعد ده انت سامعه هنا بيوصل لنا من انجلترا هناك بيوصل لنا احنا في البيوت، فبقينا مندمجين جدا معاهم وبقينا متعصبين جدا ليه. هنا العمليه بقت مفيش حاجه هوا احنا، فعشان كده الاصوات عليت قوي، الاصوات الوحشه للاسف عليت جدا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، بقت اتقلبت كل ماتش ان احنا بعد الماتش ده بيتريق على ده وده عايز يشتم في ده وده عايز والناس للاسف تطلع واسماء كبيره مفروض بيطلعوا يتكلموا ويقولوا كلام والفاظ غير طبيعيه ولا تمت للرياضه في صله ولا تمت لاي حاجه ولا تمت لاي شيء بس. وللاسف اسماء ونجوم وشخصيات مفروض كبيره ليه؟ لان بقت ما فيش كوره، بقت مرتع لان اتخانق بعد الماتش او بعد قرارات غلط للاتحاد او قرارات او كلام طلع من حد جوه الفرق او جوه المدربين او بقت خناقات على السوشيال ميديا، وده بقى يعتبروه ان هو نجاح عشان الناس بتبص وبتتفرج وتخش كتير. بس ما هو لو الكلام في الكوره اكتر، بس هتتكلم في الكوره ازاي وانت ما عندكش دوري اساسا؟ فهتتكلم في ايه؟ هتضطر تتكلم في الخناقات،
فتحولنا من ان احنا بنتفرج على رياضه وعلى تقعد تعيد وتزيد في الجونج ازاي والفرق بتلعب ازاي ونطور ازاي والاحصائيات بتاعت اللعيبه وكل الايجابيات احنا واخدين كل السلبيات يعني باوحش صوره بالظبط. يعني بره تلاقي بيجيب لك تاريخ انت بتلعب ماتش يجيب لك التاريخ من زمان يعني لعبوا قد ايه والاجوان اللي جت قد ايه ومين اكتر واحد عمل ايه واحصائيات جوه اللعب فالناس بتروح للاحصائيات دي زي اليومين دول لو مسكنا بره لو حد بيخش يتفرج بره يعني على الاخبار اللي بجد شوف مثلا الاحصائيات بين ميسي وكريستيانو مثلا على البالون دور والكره ده وبدا هم يقولوا على بعض ايه ويقولوا لبعض ايه ويردوا على بعض ازاي مفيش استوديوهات في العالم بتعمل اللي احنا بنعمله يعني بالزبط. يعني مع احترامنا الشديد بالزبط. للناس المحترمه اللي جوه مصر فبتحلل ايه بقت مشكله ان انت بعدت عن الكوره خالص قاعد بتبعد 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 هو موجود بس موجود صوري حاجه صوريه بس تمام لكن على ارض على الواقع للاسف ما عندكش احصائيات اللعيبه ما عندكش مستوى ثابت للعيبه خلاص اخرك لعيب عندك في مصر اخرك سنه والتانيه وبعد كده تلاقيه مش موجود شكرا تمام. وانا بس متحفظ بس على كلمه انت قلتها الكبير المفروض ان هم كبار مفيش كبير بيطلع يتلفظ بالالفاظ اللي احنا بنسمعها وبتدخل بيوتنا ودان ولادنا بتسمعها للاسف يعني مفيش كبير بيعمل كده الكبير ممكن يغلط بس بيغلط بحساب ولو غلط يطلع يعتذر طبعا يعني هو الغلط مش كده خالص ده احنا بعدنا لكن بالظبط انا مش عارف احنا بعيد مش عارف اوصف اللي احنا فيه والله بالظبط وصلنا لمرحله للاسف غير اخلاقيه بالمره مش رياضيه بقى ما اقدرش ولا لا تموت الرياضه بصله غير اخلاقيه بالمره يعني فده لازم لازم يبقى في حد ولازم يبقى في وقفه من الناس اللي بجد والناس اللي مهتمه بالرياضه وبيراعي شغله وبيراعي المكان اللي هو فيه ان هو لازم يبقى في وقفه من الناس كلها وتبقى زي حملة لوقف الموجة اللي مش مفهومة احنا, بقى احنا مقصرين جدا بالظبط انا عن نفسي وكل الناس اللي في الرياضة الناس اللي هي نفسها تبقى حاجة كويسة الرياضة المصرية ونفسها نرتقي بالرياضة المصرية كلنا قصرنا طبعًا. ان احنا سيبنا تامر لوحده وسيبنا ميدو لوحده وسيبنا ده لوحده بالزبط. كان كلنا لازم نقف ونقول لا الرياضة هي فعلا الهدف الاسمى لنا كلنا بالزبط. لكن احنا كلنا قصرنا تعالى هنبعد شويه وهندخل تاني في الموضوع ومش ناسي الفيديوهات على لازم اتكلم معاك في الفيديوهات انت هتعملها او فكرتها ايه وهتتكلم او محتواها لكن النجم عز الرجاله الله يرحمه الله يرحمه اخدت الخبر ازاي وكان ايه بالنسبه لك يعني بص هو طبعا انا يعني كابتن عز الرجاله الله يرحمه طبعا يعني لو ناس ما تعرفوش وده يعني مشكلتنا برضو هنا ان احنا ما عندناش التواصل الاجيال والاحترام الاجيال اللي فاتت واللي فاتت كابتن عز الرجال ده من 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 اهم اللعيبه اللي جت في تاريخ نادي المنصوره كان ماتش الاهلي والمنصوره كان هو كابتن الفرقه تمام وكان لما رحت طبعا هو كابتن الفرقه كان اكبر واحد في الفرقه واكتر واحد ملتزم في الفرقه جدا وكان اخلاق كده وجامد قوي ناشف حتى في التمرين كنا بنخف يعني ندخل عليه ناخد الموضوع بجد جدا مش بيأذي بس هو كان قوي جدا ما شاء الله وكان سبحان الله ما يعني ما عندوش حاجه اسمها اصابه يعني ما عمري ما شفته الله يرحمه يعني عمري ما شفته ماسك عضله ما فيش الكلام ده خالص عنده كان مش موجود وكان هو كان مهاجمين مصر كلهم كانوا بيخافوا منه يعني كنت اي حد من مهاجمين مصر كابتن عز الرجال ده كان مشكله يعني هو طبعا لحق الجيل الذهبي للمنصورة وهو الوحيد كان لسه صغير ساعتها طلع لعب معاهم جيل الدهب بتاع المنصورة وطبعا والفترة بتاعتنا احنا بقى طبعا هو كابتن الفرقة ويعني انا اول ما جيت كنت مخضوض شوية منه كده هو جد قوي وما بيهركش وكلامه قليل قوي بس لما اتكلمت معاه لقيته طيب جدا بس هو جد فانت عشان تقتحمه لازم يعني الدنيا تفك شويه لكن رحمه كان طيب جدا وكان بيحب الكوره جدا جدا بيحب النادي جدا الله يرحمه وكمان يعني كان دايما يقول لي خش وما تخافش وكان يعني محسسني ان انا لعيب كبير جدا كنت صغير يعني كنت لسه رايح عندي هتم 22 سنه هو كان كبير ولعب قدام ناس كتيره جدا وناس كبيره جدا واسماء كبيره يعني لا استفدت منه كتير وكان يعني كان سبورت جامد جدا ليا ويعني الله يرحمه هو مات فجاه الله يرحمه وصبر اهله يعني حتى
اضطريت طبعا اروح العزاء، يعني لعبت متاخر يعني ورحت قبليها على طول، يعني وصلت قبل العزاء ما يخلص بشويه. كنت اتمنى ان يبقى فيه اهتمام اكتر بيه وليها ناس كتيره، بس الناس كانت موجوده الحقيقه هناك يعني للاسف هو توفى الله يرحمه، لكن احنا دايما بنستنى الناس لما تموت تروح مننا علشان نحس بقيمتهم يعني بالزبط. بس لا كان في ناس هناك واسماء كبيره، لكن كنت اتمنى ان نجوم من مصر يعني نجوم مصر كلهم كانوا يبقوا موجودين في وقت زي ده على الاقل يعني. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. مين في المنصوره اللي لما رحت اتفاجئت ان هو لعيب كبير قوي؟ بص هتصدق لو قلت لك ان الفرقه كلها، انا لما رحت نادي المنصوره انا يعني رحت بالصدفه البحته، كان اول مره في حياتي اروح المنصوره. ويمكن جت العلاقه بين كان والدي الله يرحمه واللي هو ابراهيم رئيس النادي، كانت علاقه في الجيش، فيعني ضباط جيش، فقال لي تعالى نروح نقعد معايا بس نقعد معاهم كده. كنت فرحت مع بابا كحاجه شخصيه يعني خالص، لكن انا قلت له مش عايز اكمل، يعني كنت بقول له بابا انا يمكن ما اكملش في الكوره، مش يعني خلاص كنت قافل جدا الموضوع. كنت واخدها هوايه بصراحه، وانا اوريدي خدتها هوايه عشان برضو يعني ما اشيلش الموضوع من على نفسي يعني. فرحت هناك ويعني حصلت تفاصيل كتير قوي ومضيت وخلاص يعني، ما اعرفش برضو ازاي ما تسالنيش، لكن كان قدر يعني على طول. لكن لما رحت لما بدات اروح التمرينات وكده اتفاجئت ان المنصوره دي فيها كميه لعيبه، يعني انا اخاف انسى اسم علشان ما انساش يعني كميه اسماء، من اول جون بشبيشي، كابتن عز رجال، ياسر تحسين طبعا، كابتن حسن مجاه طبعا كان هو ماسك الفرقه، كان مدرب قوي جدا، صلاح، كان في عبد الظاهر السقا، في عمر مسعود، بدير الشناني، كان عمر عمالي، عمر بن ربيع عمالي يفكرني، طارق النجار لعب جامد جدا، في هقول لك مين ولا مين، داوود، ياسر، ايمن، محب كنا لسه بنتكلم عنه، وليد صلاح، عبد اللطيف، كمونه، عصام الغني، كان في كميه ناس يعني فرقه كوره مش يعني انا اتفاجئت لعيبه كوره، لعيبه كوره كلهم، لعيبه كوره كلهم صغيرين مش جدا، مش مؤديين، لا لعيبه كوره، يعني ياسر عبد الواحد، هشام الزوق، اللي هم كمان كان في ناس اللي كانوا ما بيلعبوش كتير، فرقه بره كانت قويه جدا. فتستغرب ان يعني ان لما رحت لقيت نفسي بلعب كوره، يعني مش قصه ان رحت فرقه، لا كنت مبسوط بان احنا بنلعب كوره بجد. ودي كانت يمكن الخضه، لان كان فرقه المنصوره بقى لها حوالي 10 سنين في دوري تحت، كانت لسه طالعين دوري ممتاز، فما فيش حد في باله، ففجاه يلاقوا ولاد صغيرين يعني يعني عبد الظاهر السقا مثلا، يعني ولاد صلاح، عبد اللطيف، كمونه، انا بكلمك في الناس بقى اللي هي كملت وعملت يعني اسم كبير جدا، وبيت الفرقه كلها على فكره، بس طبعا الظروف اللي خدمته الظروف راح، اللي ما خدمتوش ما قدرش يعني يظهر، لكن كلهم بصراحه بلا استثناء كانوا لعيب الكوره قويين جدا، كان عندهم طموح عالي جدا صغيرين. فده انا ما كنتش عارف اعمل حاجه من غيرهم بصراحه يعني. فدي خدمتني انا يعني، خدمت اسم تامر، ان هو لما راح هناك قدرت في شهرين ثلاثة أثبت مع فرقة صغيرة قوي طالعة من تحت، إنك تعمل الضجة دي، توصل نهائي كأس مصر وتاخد رابع الدوري وتحرق الفرقة الكبيرة. تالت الدوري ما كانش رابع كمان. يعني يعني كانت حاجة ما حصلتش في التاريخ قبل كده بالنسبة لنادي المنصورة، وصلوا للحتة دي في كام شهر. أحسن فترة في تاريخ المنصورة دي كانت فعلا. في كام شهر، مش هقول لك بقى في سنة أو سنتين بالتدريج يعني. ويضايقني جدا ان انا اشوف نادي المنصوره برضو للاسف في درجه تانية، بقى له برضو سنين تحت تاني بعد كل اللي احنا عملناه ده. للاسف الماديات لغت حاجات كتير قوي. ما هو ده اللي يحزنك، لان نفس القصه بالظبط لو خدناها على سكيل صغير هي نفس القصه، ازاي بمصر نوصل نعمل اللي احنا عملناه في كاس افريقيا ده وفي الاخر نوصل لده، هي
يعني الفكره واحده ان صح. انت الحاجه الكويسه ما تشتغلش عليها وتكبرها وتطورها وتزودها، لا تهدمها وتعمل في حاجه تانية مش مفهومه اساسا، يعني اللي هي يطلع منها الدوري الشركات. احنا الدوري بتاعنا خلينا نتكلم بجد، احنا دوري شركات، احنا مش دوري خالص، احنا مش دوري مصري خالص. يمكن الموضوع ده ممكن يزعل ناس كتيره جدا، لكن ده دوري شركات احنا فيه، ده دوري شركات ما عندناش الا 5 فرق بس حضرتك، اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد، اتحاد، ودلوقتي هنقول اسوان، ولكن يعني برضو امكانيات وكده واهتمام اعلامي وغير موجود. البيت الدوري حط اي اسم، لا جمهور ولا تاريخ ولا نادي ولا اعضاء ولا اي حاجه. فانا اسيب بقى المنصوره واسيب طنطا، اسيب الشرقيه وبنها وطنطا ومحله ودمياط والمنيا وحعدلك وسوهاج واسيوط وعيش حياتك بقى كل ده، تسيب جمهور باستاد وبلد بحالها ونلعب دوري شركات مع بعض كده. وده اللي مخلي للاسف، مش هقول لك الانديه دي بتعمل بتطلع لعيبه ومتقدمه في الدوري، ما هو الدوري الدوري كله ما فيهوش الا 5 فرق، والانديه الجماهيريه مش عايزين يدوها فلوس، لان الشركات اللي طالعه دي كلها معاها فلوس. فهدت الفرق الكبيره، ولكن انت بتهد يعني انت عدم انتظام الجمهور وانتظام الدوري ده بيخدم الانديه الصغيره للاسف، اللي زي بيراميدز والحاجات اللي هي لسه طالعه اللي مش مفهومه دي. تمام. لو في جمهور موضوع مختلف تماما طبعا. يعني اكتر واحد خسران الكلام اللي بتتكلم فيه ده مهم جدا. انا لو انا مستثمر بجد ليه ما اخدش فرقه فيها جماهير؟ طبعا ده هتساعدني جدا. 50% لا مش هتساعدني، ده هتدخل فلوس بالظبط، وهتدخل البلد فلوس، وهتساعدني كمان ان انا اعلي لعيبتي وابيع بعد كده لعيبه وابدا اسس بقى واكون. صح. يعني اي حد مستثمر او اي شركه كبيره في مصر هنا لو هي عايزه ترعى وتعمل فرقه كوره فعلا بجد، يعني لو الموضوع بجد مش موجود، مش فيه بقى سبوبه والدنيا رايحه زي ما احنا عارفين يعني، طب ما تروح ترعى شركه، تروح ترعى نادي المنصوره ولا نادي دمياط ولا نادي الشرقيه ولا نادي المنيا ولا 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 والكلام ده كله، ما تروح. لكن هو كذب مش بجد، تهريج مش بجد. وللاسف النادي الاهلي بكل اللي هو فيه ده خسران كتير جدا، ان انت للاسف في فرق كتير قوي بتحاول تنطحك في الدوري هي مش موجوده اصلا، لكن اللي بيخدمها عدم دخول الجمهور. يعني جمهور النادي الاهلي لو دخل في ماتشاته هتلاقي نص الفرق دي واقعه من بدايه الماتش، مش هتبقى موجوده، مش هتبقى موجوده خالص، مش هتلاقيها للاسف يعني. لكن بما ان احنا بنلعب من غير جمهور فخلاص يعني الموضوع سهل جدا يعني. صح. تعال نتكلم في الايجابيات. الفيديوهات اللي بتعملها بالظبط اعتقد انها كلها ايجابيات، بتتكلم فيها عن ايه؟ هو الفيديوهات دي انا زي ما قلت لك انا كنت بحاول فتره طويله ان احنا نرجع الوعي او الثقافه الرياضيه او اصل الرياضه، ليه بنلعب رياضه؟ لان احنا بعدنا زي ما قلنا. ففكرت نعمل فيديوهات احاول اربط الرياضه بكل حاجه في الحياه بالنسبه لنا، لان دي حقيقه، دي الحقيقه ودي اللي اساس الرياضه اتعمل عشانها، وده اللي ماشيين بيه في العالم كله. عشان كده الرياضه في العالم كله بتطلع بطريقه قويه جدا. تمام. وبتزيد شعبياتها. تمام. والانديه اللي بره والرياضات اللي بره بتزيد الى ان وصلت لنا هنا وبدات تتوغل جوانا لغايه ما هتطرد الرياضه من عندنا خالص. تمام. ففكرت ان انا اعمل فيديوهات اوصل بيها الفكره دي. هم عباره عن يعني 14 حلقه مثلا، 15 حلقه. رابط كل حلقه الرياضه وحاجه زيها، مثال مثلا والحلقه عملتها عن الرياضه والاحترام. ودي يمكن كانت اتذاعت قبل كده هنا قناه النادي الاهلي طبعا، يعني اذاعوها كان قبل ماتش اهلي وزمالك كمان، ان ازاي الرياضه اساسها الاحترام من اللاعب الصغير، واحترام فكرته، احترام المدرب ليه، واحترام المدرب للولد الصغير قبل احترام الصغير، لان الصغير بيتعلم من المدرب. فلو المدرب احترمه اكيد الصغير هيحترمه. تمام. ويجبر بيها. بعد كده احترام القانون اللي هو القانون الكوره، احترام الحكم، ده الاحترام، ده انت عايز احترام الجمهور واحترام الى الى عشان تتكلم بالزبط. فيه في الوسط. لكن حطيتها يعني حطيتها في حاجه خفيفه وجبتها عليها صور زي كل اللي انا حكيته لك ده، نحترم بعض الى ان نوصل لاحترام اللي في الشارع، اللي هو احترام الوقت والقانون والجمهور
واحترام الفرق المنافسه لبعض والجمهورين، ويعني هي هي الحياه بالظبط. فقد ايه الاحترام في الرياضه الحاجه الصغيره دي ممكن تعلمنا الاحترام في الحياه اللي احنا محتاجينه في الشارع وفي الوقت وفي الشغل وبيننا وبين بعض في كل حاجه. تمام. تاني حاجه، تاني فيديو كنت بتكلم عن فكره محمد صلاح، مش محمد صلاح، انا بشرح يعني ان فكره محمد صلاح لازم تبقى نعممها، مش نعمم محمد صلاح از محمد صلاح. محمد صلاح الناس كلها بتتفرج عليه والناس كلها بتتابعه، مش هتقدر تمنع ده ومش محتاج انك تعمل جميل. اعلان لمحمد صلاح عنه يعني. لكن الاستفاده الحقيقيه مننا احنا او مصر من محمد صلاح هي فكرته، فكره البطل، فكره ان ازاي يبقى عندك بطل يمثلك، وازاي يبقى عندك سوبرمان، وازاي يبقى عندك العالم كله عارفه، وازاي تستغله، وازاي تستغله تحطه بقى في الشباب وتزود عليه عشان تطلع 500 او مليون فكره لمحمد صلاح تاني في كل الرياضات، مش وفي كل المجالات كمان غير الرياضه يعني. بالزبط. في الرياضات وفي المجالات التانيه فكره البطل عامه يعني احنا دي بعيد عنها خالص يعني، لان هي دي لازم نزرعها في اولادنا طبيعي، نزرعها في المدرسه وفي البيت وفي النادي، وملهاش حل تاني الا كده. لاما يبقى مفيش استفاده من محمد صلاح لينا احنا او لاولادنا الا ان هو بنتفرج عليه ونزيع جوانه ونلبس التيشيرت بتاعته وبعد كده بعد ما يبطل خلاص. عايزين يبقى محمد صلاح بس مش عارف ازاي. بالظبط. ازاي نفهم الولد ان في حاجه ثانيه مهمه، ازاي يبقى محمد صلاح. تمام. في بقى حاجه اتكلمنا عليها زي النجوم والعمل المجتمعي، بتكلم عن ازاي النجوم عليهم عامل مهم جدا. والتجاره والصناعه والطب كل ده ريليتد الرياضه، وكله حاجات دي صناعه، في يعني مصانع شغاله بس على الكور والتيشيرتات طبعا الديزاينات، زي ديزاين النادي الاهلي اللي شفته، التيشيرت حلوه جدا على فكره عجبتني بره الصندوق، وبيجيبوا ديزاينرز من اهم الازياء بيوت الازياء في العالم كله، ما لهمش دعوه بالرياضه خالص، يخشوا في الموضوع علشان الموضوع يبقى فكره متكامله. تمام. الموضوع يبقى حلو، الاستاد ازاي يبقى شكله حلو، ازاي تقدر تعمل اعلانات شكلها كويس، ازاي تقدر تتواصل مع الناس وتوصل لهم بطريقه ثانيه، ازاي تدمج الرياضه مع رياضه ثانيه، وازاي تدمج الرياضه مع صناعه ثانيه، او الحاجات دي احنا بعيد عنها خالص، زي الرياضه وتاثيرها في السينما، وزي تاثير السينما في الرياضه، وتستفيد منها كسينما وتستفيد منها انت كصناعه. كل جانب الحياه بحاول توصل ال طب الشيء الاساسي من الرياضه. انا هقول لك على فكره فيديو حلو جدا، يا ريت. ازاي نستفيد من الجمهور؟ الجمهور؟ اه دي قصه كبيره جدا طبعا. ايه رايك في الفكره دي؟ يعني دي ممكن تعمل منها 90 فيديو، ازاي نستفيد من الجمهور؟ تخيل انا ما شفتش يعني بلد في العالم استفادت من الجمهور. استفادت من الجمهور في العالم؟ ازاي بقى استفادت من الجمهور ازاي؟ ده كتير جدا استفادت. قول لي مين استفاد من الجمهور؟ اول حاجه النادي، يعني كريستيانو رونالدو بس عشان يروح اليوفنتوس قبل ما ينزل الملعب باع كام تيشيرت اول ما مضى بس النادي. بقى كام تيشيرت باسمه بس. لا انا استفدت مثلاً. مش قصدي استفيد من الجمهور ماديا. تستفيد من الجمهور ازاي؟ ان انا الجمهور ده يبقى عندي عندي سلاح تاني كده، زي الجيش زي الشرطه، عندي سلاح كبير جدا اسمه الجمهور. عندك النادي الاهلي اهو. النادي الاهلي عندك اهو بيستفيد بالجمهور، بس للاسف هم دلوقتي كله بيبعد الجمهور وانت بعدته. ده اللي بتكلم فيه، ازاي نستفيد بقى من الجمهور؟ الجمهور ده لازم يبقى الجمهور ده لازم ده اللي بيرفع العلامه بتاعتك، مش كده؟ بيلبس الشعار بتاعك، وده اللي بيغني لك، بينزل من بيته وبيجي بيمشي بيروح، ده عنده باور جواه رهيب ليك، لازم تستخدمه. بس قبل ما تستخدمه لازم تدي له حاجه يستمتع بيها الاول. جميل. يعني هو لو استمتع هيروح ويدافع. بصوا في كل الماتشات الجمهور وبعد الماتش بيعمل ايه وقبل الماتش بيعمل ايه. ما هو العلاقه بين اي جمهور والرياضه بتاعته او النادي بتاعه هي علاقه. خلينا نتعدى حدود النادي شويه. النادي ما هو يعني عدينا حدود النادي. بص ان انا كان مثلا كوزاره شباب كبلد كبيره عندي جمهور بيعشق الكوره بيتنفس الكوره. تمام. ازاي ان انا اخده في حضني ويبقى سلاح معايا؟ ده اللي بتكلم فيه. لو احترمته، لو احترمت الجمهور ده من اول ما ينزل من بيته، ما هو علاقته بيك ايه؟
الرياضه اللي بيحبها. بالظبط. صح. بالزبط. هو مش جمهور بيحارب، هو جمهور بيستمتع جدا. بالزبط. والاستمتاع ده في بيسموها ايه، الرغبه من جواه، بتشبع رغبه جواه، متعته، متعه اكتر حاجه في الدنيا، متعته الحقيقيه. تخلي البني ادم يلف حوالين دماغه هي المتعه. فالرياضه دي متعه شخصيه، ودي نتيجه شيء سايكولوجي. تمام. ان هو بالنسبه له بيطلع فيها الحاجه اللي ممكن ما يكونش عارف يعملها في حياته. يعني هو لما بيروح او بيقعد في البيت، هكلمك على بيتفرج في البيت، بلاش ليه محطات معينه بتاخد الرياضات دي حصري، حصري يدفع فيها مليارات، لان هو عارفين قيمتها بالنسبه للمشاهد، بيلعب على مشاعر الناس جوه البيت. هو جميل. الساعه ونص احنا بنتفرج عليها دي، انت بتاهل نفسك نفسيا اول حاجه انك تخرج بره هموم الحياه كلها، ودي اكبر متعه. هو انت مش متاهل، انت بالفعل بتخرج بره هموم الحياه. حلو قوي. ما هو قبل الماتش يبدا يحضر نفسه، الماتش فاضل له نص ساعه 10 دقايق خلاص، بعديها يقوم قاعد ولا يعرف اي حاجه، مفيش حد يقدر يعدي من قدام، لا مراته ولا عياله ولا شغله ولا اي كل حاجه ليه. بالظبط. اللي هو بيجري عليهم طول الليل والنهار. تمام. ما عندوش هي الساعه ونص دي اللي هي قمه الاستمتاع، اللي هو بيدور على نفسه فعلا، حاجه بتحركه من جواه. الساعه ونص بقى دي هو بيستمتع جدا بالمشاعر الحقيقيه اللي بتطلع اللي يمكن ما بقاش عارف يطلعها طول اليوم. يعني بيتحمس جدا، ويبقى عنده بيبقى اكسايتد جدا، يعني متشوق جدا، عنده حاجه خلياه يتفرج على حاجه بيحبها. وبعد كده بيبقى عنده امل، يعني امشي معايا في الحته دي عشان دي مهمه جدا، بيبقى عنده امل ان الشاره اللي بيتفرج عليها دي تكسب النهارده، بتدي له، فيبقى عنده امل. وبعد شويه بيبدا يتفرج، يبدا الامل ايه يتاخر، فيبدا يا عم يتعصب شويه، يا عم ما تشوط الكوره ليه بقى، بيبدا يحسب اه لا احنا لسه بدري، فاضل 10 دقائق، كلنا مبصين في الساعه كده، يقول لك اه لا لسه يا عم لسه بدري. اول ما وقت يبدا يجري، يبدا ايه، يحس ان هو اللي بقى جوه الملعب. بالظبط. فيبدا يقول لك يا عم ما تشوطها يا خرب، يبدا ايه، خلاص هو بقى جوه التلفزيون. هنا بقى عملت ايه جواه، بدا الامل بدا يروح، فيبدا هو يعمل ايه، يتعصب عشان يرجع الامل ليه، بس مش بايده، هو بايد اللي قدامه، بس هو بيحس ان هو جوه الملعب. فدي حاجه سيكولوجيه جوه، ان هو بيبقى عنده امل. انا قاري كلامك، خلي بالك. صح؟ بس انا مستمتع أكيد. وساكت، فمش هو دلوقتي انت عارف ان انا مش هينفع. بالظبط. انا عارف. لا بالعكس، انا عايزك معايا بالعكس، لان هو ده انا نفسي بيتفرج انا دلوقتي يوصل هو ليه بيحب الموضوع ده ويتعصب له قوي، ويبقى عنده غيره عليه جدا. اصل كلامك ممكن كمان يبقى في العموم حلو قوي. ما هو في العموم. تمام. هو خلينا ماشي، خلينا كده تمام عشان ايه نخلص الحلقه. الامل كويس. يبدا يروح، فالفرقه اللي قدامه جه في جون، يعمل ايه، يخبط ويكسر، بيكسر بجد، بيكسر في بيته، بيكسر اي حاجه، بيكسر ايديه. لان ده احساس حقيقي، احساس الانهزام، احساس بعد ما كان عندك امل. وبعد كده بعد شويه يبدا يركز تاني. تمام. علشان حاسس ان هو بيلعب، فيحس ان هو لا لازم يجيب جون تاني، فنبدا نقف ونخبط ونبهدل في دماغنا، يجي الجون يبقى فرحته غير طبيعيه. تيجي بقى ساعتها ايه، رجوع الحاله النفسيه، ان انت قدرت ترجع حقك تاني. تمام. تمام. وبعد كده يبدا يجي لك بقى ايه الامل تاني انك تكسب بقى. بالظبط. فاهمني؟ فكل المشاعر دي بقى انت لو عايز تعمل فيها اي حاجه هو هيتقبلها منك بقى، وهو مبسوط قوي كمان. فالمشاعر دي مشاعر حقيقيه جدا، فانت بتعيشه من خلال حته الساعه ونص دي، حبه لعبه اللي بيلعبوا دول، ان انت بتديله هو في البيت عنده جوه، بتديله جرعه مشاعر حقيقيه جدا، ممكن يعيط ويفرح ويفقد الامل ويرجع الامل تاني، ويضحك وبعد كده يزعل ويعيط، كل حاجه. انت بتدي لواحد مشاعر حقيقيه في حياته، بعيدا عن الكوره، حقيقية جدا، اللي هي الزعل والفرح، ودي أساس الحياة. فالساعة ونص دول عبارة عن الحياة اللي احنا عايشينها دي كلها، الحياة كلها في الساعة ونص دول. جميل أوي. فده بيخلي الجمهور ينتمي ليك. وفي ساعة ونص، مش أي ساعة ونص، ساعة ونص، مش أي ساعة ونص، صح، اللي هم الناس راحوا ماتوا عشانها. بالظبط. هو في ماتشات الاستاد بيتقفل قبل الماتش بحوالي 5 ساعات، الماتشات الكبيرة، أو 4 ساعات، صح، بتقفلها يروح يقعد 10 ساعات عشان يتفرج على الساعة ونص دول. فاهمني؟ ويدفع فلوس كتير جدا عشان يحس بالمشاعر الحقيقية دي. الجمهور ده بقى لو بقى معاك وبقى سلاحك،
هيقف يدافع عنك وهيجيب لك حقك وهيكبر لك اسم النادي، ومش هيعمل ده الا لو خد منك حاجه بجد. لو رحت دورت على لعيب بجد وجبته له، لبسته فانيلته، فيلبس اسمه وهيشتري حاجته وهيحاول معاه، فيكبر لك النادي وتبدا تكبر له. فهي عمليه لو احترمته اديت له اللي هو عايزه بجد، في الاخر هيقف معاك وهيبقى زي ما تقول كده جيش يدافع عنك في اي حته. احنا خلي بالك لسه ما سالناش ولا سؤال، بس وقتنا خلص يعني، لسه ما بصيتش في فريق الاسئله، فبعد كده حضرتك بقى هنزود. ما كانش الاسئله، لا هنزود الوقت بعد اذنك يعني. ده شرف ليا، شرفت وانا بستمتع والله العظيم فعلا بالكلام معاك. اشكرك، جميل ومثقف وبتتكلم دايما في الهدف وبتتكلم في المصلحه العامه. شكرا جدا ليك. انا متشكر جدا للحلقه دي والكلام اللي خليتنا اقوله ده، لان الكلام ده للاسف ما بعرفش اكلمه في حته خالص، كله عايز يتكلم على اللعيبه عمل ايه ومش عارف ايه والدوري بتاعنا. هنتكلم تاني في حاجات مهمه جدا. بشكرك جدا وبشكر القناه اللي احنا خليتني ان انا ابقى موجود معاكم النهارده بجد. شكرا جزيلا. شكرا جدا ليك. نجم الكبير تامر بجاتو كان نجم الاهلي الليله. مش هينفع نعدي اليوم غير لما نشوف كابتن محمود خطيب يعني مأكد ان احنا مش هنحتفل. احنا مش هنحتفل، بس لازم نشوف فيديو نزله احد عشاء النادي الاهلي، او عمله احد عشاء النادي الاهلي، هو حسام رونالدو. هنشوف فيه حاجات للاسطوره، نستمتع بيها مع بعض، ودايما بتشرف بيكم ومع الف سلامه.